موجودي في سوريا. كل مرشح شو المصيري يثبت حاله. نحن سعيد لكم لنأيد عرب الصورة ونقول له نحن معه في قصة الأمان بسوريا كلها. كما شهدت بلدة زيدل وقفة تضامنية عبر فيها المواطنون عن تصميمهم على إتمام المصالحة الوطنية والمشاركة الفعالة في إنجاز الانتخابات الرئاسية وبكل حرية وديمقراطية. بدورها شهدت بلدة المخرم انطلاق فعالية رياضية شارك فيها النادي الرياضي والاتحاد النسائي، تأكيدا على أن كل شرائح المجتمع يد واحدة في بناء سوريا المتجددة. محمد إسماعيل، صوت الشعب، حمص. محافظة طرطوس شهدت اليوم وقفة تضامنية نفذها فرع اتحاد المحامين أمام القصر العدلي في المحافظة. أكد المشاركون فيها وقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري في حماية الوطن وتأييدهم للثوابت الوطنية. إن إجراء الاستحقاق الرئاسي لانتخابات رئاسة الجمهورية في موعده إنجاز وطني ويرسخ السيادة الوطنية. مراسلتنا تابعت هذه الفعالية ووافتنا بالرسالة التالية.